يوليو الجاري كان الموعد المرصود بحسب الجدول الزمني، وعليه جاء تخطيط وتقسيم أراضي جنوب عبد الله المبارك. قسائم جنوب عبد الله المبارك المكون من 3260 قسيمة. هذا المشروع يتكون من عدد من المدارس وكذلك مراكز الضاحية إلى جانب المسطحات الخضراء والحدائق. تاريخ 30/6/98 وهو التاريخ الأقدم بالنسبة للمشروع. بناء على المتقدمين على هذا المشروع راح يتم تحديثه كذلك إلى أن يتم تغطية العدد بالكامل. فيما لا تزال مستمرة عمليات تخصيص أراضي قطعتي 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي. قسائم خيطان اللي عددها 1448 قسيمة، تاريخ التخصيص ما زال ل 30/6/98. طبعا المؤسسة استقبلت طلبات التخصيص من منتصف شهر 6 الماضي، ومستمرة في تلقي الطلبات على فترتين في المقر الرئيسي للمؤسسة، الفترة الصباحية وكذلك الفترة المسائية. لتبقى على قدم وساق عمليات إزالة المعوقات وتحرير الأراضي وتخطيطها لتجدول على أجندة المؤسسة التي تسير في طريق حلحلة ملف كان على رأس الأولويات بعد جهد نيابي وتعاون تنفيذي. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.